السلام عليكم، اهلا فيكم في لوك جديد. وصلنا متحف بوزمان الرئيسي. والله زحمه، يعتبر يعني في بوزمان زحمه ذيلي. بنخش داخل ونشوف شو الموجود داخل فيه. طبعا جيت انا 3 مرات، هذا الرابع بجي الحين. يلا خلوكم معنا، خلينا نبدا. طبعا بما اني انا من نفس المنطقه فبيعطوني خصم. عبد الله ما راح يعطونا خصم. يلا ادري عارف انا كم مرة جيت هذا الحين؟ 5 مرة ورابع مرة جيت. ما مرة جيت هنا عبد الله؟ هذا اللي اتكلمك عن السينما، القبة والحركات دي، هذه داخل من هنا. خلينا ندفع اول شيء. تعال اقول لك، هذا العلم ما في اكل. يعني تبي متحف اكل ولا شو اللي حطوه؟ هم كل مكان، احنا في الكويت كذي، هم خلاص في اكل. ما عندهم الشو اللي بنخش الحين. في نوعين هنا شو، الحين بيبدا فيلم وبعد ساعة برضو يبدا فيلم نوع ثاني، فان شاء الله نحضرهم اثنين. وراح ودي السيلفي وارجع. هذا البداية هنا، لعبة هنا. طبعا هم ربحانين فيه انك تحط كوارتر ويمشي الكوارتر ويرقى، بس هذه لعبة كور. الحين شوف الكور كيف تنزل. صعد من فوق، شوف الكور الثاني اللي في الكرة الأرضية داخل، في كورة رقت فوق نزلت. شوف كيف يجمعون الكوارترات، تحط كوارتر هنا وتفره ويرقى فوق يلعب. يعني هنا ياخذون المستفيدين هم. شوف كم 500,000 دايموندز. هنا قطع من البلانت. اسف اذا كلامنا سريع بالاشياء ونقولها بسرعه، انه ما نبي يصير الفيديو طويل وممل. عبد الله شغلك في الجيولوجيا الحين هنا شلونه؟ شنو هذا الحين؟ اي طبقه ذي؟ طبقه صفريه هذه. هنا الجبال والاشياء ذي في مونتانا عندنا ذيلي. هذا انواع الطبقات. هنا في الوثائقي طبعا ذي اللي شدين حيلهم جالسين هنا يشوفونه. شفت هاي الطبقه يتكلمون عنها؟ الطبقه الوسطيه ذي صح؟ اللي في الماي يعتبر. اللي تعبان في الماي. هي لونها ازرق بس هي مو ماي. بس في هنا بحر. هي قبل 540 لين 245 مليون يير اقول. كانت موجوده ذي. وفي اللي قبلها هذه. في هذه وهذه اللي احنا فيها. ذي اللي موجودين اوريدي يعني ما يختفون. إيه شيء فوق شيء. هذه فيهم سمك وفيها شيء تعتبر على مستوى البحر يمكن، ما أدري. حيوانات وكل واحد واسمه تاريخه وإذا انغرض متى انغرض وكل شيء. هنا اللي بعضهم يعتبرون خرافات الديناصورات. هنا العظام الديناصورات، ويجي أحيانا شخصين ينظف. وهنا أدلة عن الديناصورات والأشياء الثانية كلها، كيف الفيلة والأسود كيف كانت قبل. وهنا شكل الأرض، شكل الأرض الحقيقي كذا يعتبر. ترى هي بيضاوية مش كروية. ديناصورات عظامهم. والله الحمد لله أنهم غرضوا. ذا دورين مبنى هذا الرجل الحين على اليسار اللي ورا دي كلها. شوف هذه مستانسة اللي قد نصر. يخلونك تعيش الجو ويحطون أصواتهم. هنا شوفهم. الحين دقوا العظام، شلون عرفوا الصوت؟ تفكر فيها خالد؟ هي مش لازم صوت الشيء، الصوت شيء شبهه يعني الحيوانات معروفين اصواتهم. هذا شو اسمه؟ فلامينغو. يعني يعتبر من فصيلاتهم. يقولون طيور. وهذا هذا طير. شوف هذا يعتبر كأنه طير صغير. هذا عايش في البحر. وهناك برضو عظام، وهناك عظام. شوفهم ذيلي كيف. والله شيء واجد. ما ادري هل نقدر نشوف كل شيء قبل ما تطفي الكاميرا. هذا بالديناصور ولا شوف وين اكتشفوه؟ في مونتانا عندنا هنا مكتشفينهم ديلي. هذا ديناصور صغير. شوف ذا عبد الله، تخيل موجود ذا. رجول ديلي تحس انها دجاجه على ما ادري كيف.
شفتهم عبد الله؟ شوف ليش كبرة. يلا بنخش الشو الحين. طبعا هذا الاول يبقى الثاني نشوف. نبي نشوفهم اثنينهم. مثل ما قلت لكم السينما كل شيء يكون فوق. شوفوا كيف القبة. شعب قالوا لك يسافر العالم كله. هذيك الصين جايين هنا ها؟ كل مكان في حياتك تروح لازم تلقى واحد منهم لازم. بيبدا الشو. شوفوا كيف شاشتكم من جميع الجهات. كل هذه شاشة. نعيش الموقف نخش معهم. And in every constellation there is a story. However, Cancer though, I'm going to take a quick moment to point out the ecliptic, which is the galaxy. So you guys coming up here, we're going to see our star in relation to our neighborhood stars. And then in relation to the Milky Way. And then our Milky Way in relation to our galactic neighbors. And as we zoom out even farther, we're going to see the galactic cluster. It's not necessarily a star nursery so much as a star gray berry, even though they all look kind of the same. There we go. That's Mercury, I believe, and Venus. Pluto, Mercury, Venus, and Mars. But in comparison to the Sun, so Mars is one of the inner planets of the solar system. كيف كان؟ حلو؟ أنا نمت. أنا عندي عقدة في السينما والأفلام ذي أنام ما كمل شيء. أتوقع عجبكم وصورت جزء منه وكملت النوم. والله هذا حالته في السعودية عندنا السينما اللي حطوها الجديدة ذي ذي تكون كذا شو كذا كلها سينما. بس ما في أفلام. أفلام علمية حلوة كذا. مني تجي تعلم تحطه بالجامعة ما تحطه بالسينما كذا اللي شفته والله ممتاز. أقول باقي نص ساعة على الشو الثاني. يلا بسرعة نكمل ونرجع. سامحوني إذا كنا نتكلم بسرعة داخل عشان نرجع بسرعة حق الشو ذا. شوفوا كيف من فوق هنا برضو جماجم عظام. شوف هذا ايش كبره. انا احس انه يتصنف من فصيلة الفيلة. متحف ديناصورات بس ديناصور عظام عظام مكبره. ودوكم كذا يا صخر ومدور فيه شوف بالصخرة العظام الديناصور. هذا شكله بيكون كذا. نعم عبد الله تصدق لك بالك ذا؟ هذا شفته. باري نص قاع فيه ذا ما شفته. أتوقع الحين خلصنا الديناصورات وخلصنا كل شيء بنخش على الناس اللي كانوا هنا موجودين بدائيين من قبل اللي هي النيتف أمريكان. كيف عاشوا هنا في مونتانا في البرد وكيف كان لبسهم كيف كانوا يسدون عشان يأكلون. هذا لبسهم هذا صور لهم. شو أطفالهم شو لبسونه. طبعا هذه اللي كنا نسميهم الهنود الحمر. هذا هم موجودين هنا كانوا في نفس المنطقة وإلى الآن ترى في أشخاص هنا موجودين يكونون من الأشخاص ذي اللي بس نطوروا يعني أصلهم من نيتف أمريكان. عندهم ميزات تكون في أمريكا تقريبا ما عليهم تاكس صح؟ ما يعطون تاكس والتعليم تقريبا أو الصحة مجانا لهم غير الأمريكان الثانيين اللي يدفعون تاكس والتعليم بفلوس إلا النيتف ذي لا. قصتهم طويلة طبعا كيف أجانب جو هنا قتلوهم واستحلوا مكانهم وبنوا مدينة وخلوها أمريكا. شوفهم كيف كانوا مسالمين. هذه الشنطة حقتهم لا يشتغلون يعني. شوف هذا
طبيعي بعدين هاب صيني والاشياء ذي. شوف هذي يغزلون ذي اللي يخيطونهم ذي بذي الحركة. شوف الدمى حقينهم. هذي الأطفال يحطونهم كذا في الثلج ويسحبونهم. هذه صورة جديدة. هذا النيتف أمريكان وجيها مصمم معروفة النيتف. هنا خلاص بعد التطور هذه السيارات القديمة. ها عبد الله ودك ذا السيارة؟ ماني ينقلستون ينقلون فيه. إيه. شوف اللبس بس. شوف القفازات. فورد عبد الله كلم رويس كله فورد. هذا محطة البنزين حسب لك كذا يمشي. هذا ليلة زواجها شكلها يا عبد الله. شوف الطيارة حقتهم مع باص بنفرناس فوق. شوف بيوتهم من الداخل. شوف كيف تحس والله الكواليتي حقه ما هو افضل من الكواليتي حقنا الحين. يعني خشب الحين كل شيء بلاستيك ماشي. شوف الفرن عبد الله. شوف الغصون داخل. هذا السكشن ذا جديد رخام ذا جلات حمام ذا ما ادري شنو حطينه هنا بس منه حركه يرتبون مو زيك. رتبهم يلا جلس. لا لا تخربهم عندي حرام والله لا تخربهم والله شقلين عليهم. شوف دي قاعد تشتغل تسويها. هذا الرومانية. هذا السور حقهم يشترون من أشياء تذكارية. تعرفه؟ لا. دريم تيتر. هذا الأكل هنا شوفه اللي قلت بياكل. صمون. يلا رجعنا مرة ثانية في الشو ندخل الشو الثاني. For much of our history currents, the Polynesian sailed east, navigating by the stars, the moon, and the sun. A high-performance race car can exceed 350 kilometers per hour. يلا في نهاية الفلوق لا تنسوا الاشتراك في القناة عمل لايك المقطع نشر المقطع ومن عند قيصر الروم. السلام عليكم.